أهلا بكم معنا من جديد. عاد ملف سد النهضة الإثيوبي إلى الواجهة بعد تحذيرات أطلقها وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم بشأن مخاطر انهيار السد وتأثير ذلك في دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان. سويلم أعرب عن قلق بلاده من مستوى الأمان في سد النهضة، خصوصا وأن بلاده لا تملك معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن السد ولا تستطيع تقدير مستوى الأمان فيه. وحذر الوزير المصري من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من فوق الأرض وسيؤثر في 150 مليون مواطن في مصر والسودان. وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في أديس أبابا بشأن سد النهضة، مؤكدة أن المسارات التفاوضية انتهت في الوقت الحالي بسبب ما عدته استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط. وإلى جانب توجس مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، يرى الخبراء أن احتمالات انهيار سد النهضة تظل قائمة، مؤكدين أنه مبني في منطقة معرضة للأنشطة الزلزالية والبركانية، وهي منطقة الأخدود الأفريقي العظيم، وهو أكبر فالق على سطح الأرض، وأي هزة أرضية ستكون نتيجتها انهيار السد. خبراء أكدوا أن تربة المنطقة تسمى تربة شبه انهيارية بسبب طبيعتها الجيولوجية، وهي تربة تتآكل بمرور المياه فيها وتبتلع كميات كبيرة من المياه، ما قد يسبب انهيارا وتشققات في المنطقة. ويذكر أن إثيوبيا تعتبر سد النهضة حيويا بالنسبة لها، لأنه سينتج عند الانتهاء من تشغيله أكثر من 5000 ميجاوات، من شأنها مضاعفة إنتاج الكهرباء الذي لا يتوفر حاليا سوى لنصف السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة، بينما تعتبره مصر تهديدا وجوديا إذ تعتمد على النيل في 97% من احتياجاتها المائية. إذن النقاش الآن حول هذا الموضوع، نرحب بضيفنا مباشرة من القاهرة، نرحب بالدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. أولا ربما بالحديث ربما عن هذه المخاوف التي عبر عنها وزير الري والموارد المائية المصري، الحديث عن أن مستوى الأمان في سد النهضة غير معروف، لا تتوفر حوله معلومات كافية، يعني ما الذي يمكن أن نعرفه حول هذه النقطة يعني؟ أولا تقدير على حضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. الحقيقة التخوف المصري ليس وليد اليوم، ولكن كان اليوم الأول لبدء بناء سد النهضة. ففي 2011 أعلنت إثيوبيا عن بناء سد يسمى سد الحدود، اللي هو حاليا اسمه سد النهضة، إن سمي في البداية سد الحدود ثم تغير الاسم بمشروع إكس، وتغيرت الساعة التخزينية من 11.1 مليار متر مكعب إلى 14 ثم إلى 17 مليار، ثم تغير الاسم مرة أخرى إلى سد الألفية الإثيوبي العظيم بسعة تخزينية 64 مليار، ثم تغير المرة الأخيرة خلال أسابيع قليلة إلى سد النهضة الإثيوبي العظيم بالسعة المعروفة حاليا 74 مليار. منذ ذلك ومصر تخوفت بشدة كيف يتغير تصميم سد من 11 مليار إلى أن يصبح 74 مليار في أيام، وبالتالي هنا في تخوف ما هي الدراسات التي بنيت عليها يعني هذه التصميمات أو هذه السعة الكبيرة من 11 إلى 74 مليار. والحقيقة يعني بعد تبادل الزيارات تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء دوليين سنة 2012 على أن تراجع الدراسات الإثيوبية لكي تطمئن كل من السودان ومصر، وتم تشكيل هذه اللجنة واستغرقت حوالي عام كامل، وأعلنت تقريرها في مايو 2013. وظهر في التقرير، ملخص التقرير، أن جميع الدراسات الإثيوبية ضعيفة للغاية ومعظمها قديمة على التصميم الـ 11 مليار وليس على الـ 74 مليار. وأوصت هذه اللجنة بسرعة إجراء الدراسات الخاصة المتعلقة بهندسة السد وأمانه والدراسات البيئية والدراسات الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية بأسرع ما يمكن، لأن إثيوبيا في ذلك الوقت رفضت أن توقف البناء أثناء التفاوض. وبالتالي قالت طالما البناء مستمر الحقوا اعملوا دراسات قبل البناء ما يستمر وينتهي دون القيام بدراسات او معرفه الحقائق. الحقيقه منذ ذلك التاريخ ويعني في المفاوضات اتفقنا على شركه فرنسيه ان تقوم بهذه الدراسات، لكن اثيوبيا قالت عمل هذه الشركه، وبالتالي حتى هذه اللحظه لا توجد دراسات حقيقيه لسد النهضه
وخاصة في موضوع هندسة السد وأمان. نعم. ولكن هنا عذرا على المقاطعة، يعني ما هو نوع العرقلة التي تصدر من إثيوبيا هنا للحديث ربما أكثر حتى عن هذا المثال الفرنسي الذي أشرت إليه، والشركة الفرنسية؟ يعني هذه الشركة بعد اختارها بسنوات، يعني اخترناها في سنتين ثلاثة، وعندما أرادت أن تبدأ العمل إثيوبيا رفضت الدراسات التي سوف تقوم بها هذه الشركة، وحتى الآن لم تقم هذه الشركة بأي عمل من الأعمال التي طلبت منها. من ضمن هذه الدراسات هي هندسة السد وأمانه. إذا التقييم الأخير لسد النهضة بالتخزين 74 مليار لا نعلم عنه شيء، لأن إثيوبيا أعلنت أن هذا الشيء يخص إثيوبيا فقط ولا ويمس السيادة الإثيوبية، ولكن هذا إذا حدث انهيار لسد النهضة فالضرر الأكبر على السودان ثم على مصر، ليس على إثيوبيا، لأن السد على الحدود وفي منطقة نائية لا يوجد بها بشر من الإثيوبيين ولا يوجد أي بني إثيوبية. فإذا الضرر الأساسي من هذا السد إذا حدث انهيار سوف يكون على مصر، ولكن إثيوبيا تعتبر أن ذلك يمس السيادة وأن هذه أعمال تخص إثيوبيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كما حضرتك ذكرت في البداية أن منطقة سد النهضة وهي يعني ليس فقط لهذه المنطقة بل إثيوبيا بالكامل، أنها من ناحية إثيوبية هناك مخاطر كبيرة للغاية. من هذه المخاطر كما حضرتك ذكرت وجود الأخدود الإفريقي العظيم اللي هو أكبر فعل على سطح الأرض، وفي حركة مستمرة من حوالي من 1 إلى 2 سنتيمتر سنويا بيتسع هذا الأخدود وبيصحبه نشاط زلزالي. إثيوبيا هي أكبر منطقة نشطة زلزاليا في القارة الإفريقية، وامتداد الأخدود هو البحر الأحمر ثم خليج العقبة والبحر الميت إلى أن يتصل بفالق شرق الأناضول في تركيا. فإذا أيضا هي أنشط منطقة بركانية في القارة الإفريقية. ولكن ربما أيضا بالإضافة ربما على هذه النقطة التي أشرت إليها، يعني نحن أشرنا أيضا إلى مسألة أن التربة حتى في حد ذاتها في تلك المنطقة توصف بأنها انهيارية أو شبه انهيارية، يعني إلى أي مدى قد يؤثر عمل السد هنا ربما قد يزيد من خطر حدوث الانهيارات هنا؟ هذا صحيح، لأن نوعية الصخور في الهضبة الإثيوبية معظمها صخور براكين قديمة. هذه الصخور هي بازلتية صمراء، هذه الصخور عندما تسقط عليها الأمطار بتتحلل مع الوقت، وبالتالي الأنهار الإثيوبية كلها على الإطلاق مليئة بالطمي، وهذا جيد للأراضي الزراعية، ولذلك سمي النيل الأزرق، الأزرق لأنه الطمي، والطمي لطبيعة الصخور البازلتية سهلة التحلل. وبالتالي هنا عندما يقام مشروعات كبيرة على تربة بهذا الشكل بيحصل انهيارات في هذه المشروعات. وأيضا الجبال البركانية، قمة الجبال بيصل إلى ما يقرب 4660 متر فوق سطح البحر، يعني ما يقرب 5 كيلومتر، والأمطار تسقط على قمم الجبال وتجري على انحدارات شديدة مكونة فيضانات وطوفان شديد محمل بالصخور ومحمل بالطمي، وبالتالي بتحدث هذه الانهيارات. إذا من كل زاوية، وشفنا بعض الأمثلة داخل إثيوبيا، هناك سد تركيزي حصل فيه انهيار جزئي ومات 47 شخص من الشركة وكانت لسه بتبني السد في إثيوبيا على نهر عدبرة، هذا ومات 47 واحد من الشركة الصينية اللي كانت بتبني السد. أيضا هناك مشروع آخر على نهر أومو داخل إثيوبيا، هذا المشروع استجيبة 2 حصل فيه انهيارين أثناء البناء، ثم بعد الافتتاحه بعشر أيام حصل انهيار آخر وتوقف المشروع لمدة سنة كاملة لإعادة الإصلاح، وكانت نفس الشركة اللي بتبني سد النهضة العاملة. وهذا ليس لعيب في الشركة أو في لكن الطبيعة صعبة للغاية وفيها مشاكل جيولوجية كبيرة. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات العلمية الدقيقة وعلى مشاركتك معنا في هذا النقاش من القاهرة، دكتور عباس سراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.